نوفروا كل الوسائل البشرية والمادية حتى يعني نمكن هذا الطاقم باش يخدم في إرياحية. اليوم نقدر نعتبر أنه بداية الحفريات هو إعادة قراءة التاريخ تاع المنطقة والجزائر. الحفريات تنطلق اليوم لمدة 20 يوم كمرحلة أولى. هذه الحفرية راح تسمح لنا بقراءة تاريخية في هذا الموقع اللي لأول مرة هذه الحفرية راح تصرى اليوم بعد الاستقلال. احنا ندرسوا طبقة بطبقة، كل طبقة تعطينا معلومات الكافية، يعني نستخرجوا منها المعلومات بطريقتنا يعني العلمية اللي متعارف عليها دوليا.